نحييكم من سوق الحي مدينة الصدر عافية محلات الفريجي حي الله الفريجي ويذب الدجاجة بالهلاشة ما نقدر نطلع عملية الذبح ما يرضون الفيس ما يرضون دهم قال بسم الله والله أكبر الله يشور بيه إذا ما يقول بسم الله الله أكبر ولازم على القبلة الله يشور بيه إذا ينجعني نجعني هو دم ومان بسم الله والله أكبر هاي لا تخبط أويا ماتي لا تخبط أويا ماتي عبي عزيلة دمرني نجعني طلع النظافتي خلي يشوفون المواطنين طلع أخويا الهلاس حي الله بالهلاسة من يا عم عبد المفرجي سيد حي الله سيد دخيل بخجتك السيد يشتغل ويا عشية الفرجات يشتغل لهم بذبح الدجاج وتقطيع الدجاج او تنظيف الدجاج الله يرزقك الله يرزقك يطلع الدجاج ديلوكس بيها المعلاق والجلاوي والحلولو باوع نظفها غسلها باوع صارت معتقة باوع المعلاق والجلاوي مال الدجاج حي الله عباس الفريجي قلنا يا عمي قلنا اصلا الناس اشتكوا بالراديون قالوا اريد تنزلون الاسعار محلات سبع دجاج سلام الله على سبع دجاج سيد محمد ابو الكواريج اللي بيع الدجاج الحي جمله مفرد الدجاجه ب 11 ونص كل مجال ما بيها كل مجال ما بيها عباس كون ينزل يبيع دجاجه ب 3000 ب 2000 صغيره هي غيرها جدوته احنا نريد منو هاي بسيف سعيد كون هاي ب 2000 خل ياكل الفقير نطالب من المرجعيه ومن الحكومه ينزلون سعر الدجاج بالحقول ترى عباس ما له ذنب يشتري منه بالحقل على القبال على الوزنات كبيرك الله صلوا على محمد وال محمد صل على محمد وال محمد وعجل والعن عدوهم حي الله ولد السيد محلات سبعة دجاج روح بدور السيد حي الله ابو هاشم ولد ابو هاشم صبرا فانا ابن محمد الصدر وكفو من شاربك ومن السيد الله يرحمه قدس الله سره حي الله ولد السيد على مدينه الصدر اخيك الدجاجات متبدلين اخيك يجور بيك السيد عافيه امني اشن هنا امني اشن هنا لا لا اعرف خشنات ها مو جاي اراقب بالسيد اخيك لعبه الدجاجه انت هاي المخابطه وياي وخرة العباس عليك وخرة مو يختلطن يختلطن مو تلازم الاتي خشنات يا عين عافيه حي الله ولد السيد ولد ابو هاشم مصنع العراق شو يصنع العراق الا يظهر الامام المهدي بسره يلا يلا تفضل دجاجة ب 11 ونص كيل اللحم ب 20000 منين يجيب الفقير جدي يقول له ليش جدي يبوك السجن الحكومة ويقول لك خلي ياكل الفقير جاي اصور يا عمي على راسي حي الله اهل مدينة الصدر عافية عافية بالسيد سيد ياسر اذا مو سوي الله جدة موسى كاظم حي الله السيد الموسوي جدة موسى بن جعفر لو غيره سعد تاهو ويمشون وراء 10-15 والكلك بعزامه واجاته وكله مظلل بس يعيش بشرف ما يدور ابهيات ولك عمي عوفه من الله الله خلقها رجلها واحده بيضه واحده صفراء سبحان ربك رجل بيضة ورجل صفرة هاي الجينات هاي حسة مال من سبحان هاي مال من عافية صغيرة مال مواطن بس وخرة مال مواطن عني هاي مالها عاش ايدك عاش ايدك سيد نحييكم من مدينة الصدر سوق الحي سوينا خصم بالدجاج وما في 11 ونص حد وهذا الحديث ب 10000 في ستينة ها فما راح يجيك واحد ما يصير دم ما يرضون فيسبوك بس تطلع دم من الحضر
لا ما طلع والله دير الكاميرا شلون لقيت قفشته اك باشا تذبح طري ما حديد ما الحديد تذبح طري عجل حتى لو للحسين ذبحه عمي سوي لنا اياها انت قطيع ام علي تطالب وياي هي صايمه وهي عصبيه وانا عصبي لقافه طلقه ايه سويها يعني دجاجه اربعه وصل سهمها سهمها وطلع المراره والريد المعلاق والريد الحوصله لازم دخلي نظم مالاتي يا عمي روقي على النص بسم الله والله اكبر تنظيف الدجاج في سوق الحي مدينه الصدر محلات سبعه دجيل على الطريقه الاسلاميه على القبله عافيه لا عندنا غش ولا اختفاء يلا مولانا حي الله ود السيد ابو هاشم لا يبقون بالميزان ولا يبيعون ميت قدام العين ذبح هاي يمي يمي قطع هذا شيء حلال يا عمي هاي عاشتي عراقي لا تشتري مستورد دجاجة بعشرة حتى داخلية بدا عشر ونص مثل ما يبيعون للناس مو غالية هي بيها تفكير الوات يا عمي يرجع عليك رخيص وين رايح هي معاوضة كمل اغراضي احلى رماس المتابعين منورين يلا خالي عافية حي الله السيد خل ياكل المواطن من فطورك يا صايم دجاجه خشنه 3 كيلوات راح الفخذ راح اللقى فطورك يا صايم دجاجه 3 كيلوات ونص ب 10,000 خل ياكل الفقير خل ياكل الفقير يعني كيلو ب 3,000 قلت بيعطيش دجاجه اطيب شيء معود يجوز مريضه بيها بدرين يجوز لا ما في شيء مريض لا عجيبه بدر خوش يلا زاير المعاليك والشلاوي والحلولو المراره ذبيتها بعد خبير انت عم الخبير تقول يشتغل بالطب العدلي حي الله سيدي من مدينه الصدر والعدة مشكلة برجلي أنا وأمه مريضة أبوه مريض وعدة مشاكل بالمفاصل ترى يأكل من هاي الرجلين يطيب أمانة الله ورسوله ترى هذا طب عرب العدة مشاكل عدة روماتيز عدة مفاصل بيهم سكر يأكل رجلين شوي سلك تقلاء يطيب يلا زاير طقين بعلاقة يلا مولانا دير بالك يروح فقيد يروح شيء لا كلك فقد اخيك اضرب من علاك يا عماد دمر سياره اليوم علي ما راح تحكي علي لان هي صايمه منك الى الهيابه تعال جبت الدجاج ما مقطع تتنحس من تذب الحجايه طقها بوكس هي الصيح انا صيح جلس الحسري وطلق الذنب يصير عليك بس انت من ساعدتني وقطعتين احلى رماش الفريجي هيا الله عشرة الفريجات شلون جربها خلي راحا راحا وقعان عيد من جديد اخوان وقعان مشكال انضربنا عين اكو واحد حسدنا هنا بالموقع شو تهم راح تنجح المال وين بتشرفين وين بيطيح عليك شغل ننظم العشور عم انا خلاص تقصوك فيا صوت فيا راح عن المعاليق مالتي راح عن ظليت بدون معاليق هذه اللي قالوا وهاي الحوصله ما يكرقع خوش اضربها 3 علاليق انت من تصرفها بح هي ذا بيها طن مي وشو راح احطها بالسياره خليها لما توشي خليها بالقفص خليها بالقفص خليها توشي وعند ضربوها على اللاقة.